رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين مع ضيفنا دكتور حسام عاشور مدير عيادة الميدان فرع الفروانية، طبعا الآن محد الفروانية. طبعا ضيفنا العزيز استشاري جراحة وتجميل وزراعة أسنان. يا هلا مرحبا فيك. أهلا بك وأهلا وسهلا دكتور. طبعا اليوم راح نتكلم عن زراعة الأسنان الإمبلانت. نعم. فممكن تشرح لنا طريقة مبسطة شنو قصدنا بالزراعة؟ زراعة الأسنان نقدر نعتبرها إن هي حاليا في الوقت الحالي هي الحل الأمثل لتعويض الأسنان المفقودة. ممتاز. ربما تكون سن واحد فقط، ربما تكون مجموعة من الأسنان في مكان واحد أو في أماكن متفرقة من الفم، وربما يكون فقد كلي للأسنان، يكون المريض فقد أسنانه كلها لأي سبب من الأسباب. الحل الأمثل هو زراعة الأسنان. البديل ليها التعويض الجزئي، البديل ليها هي التيجان والجسور او التركيبات الثابته، وطبعا في فرق كبير جدا بينهم لصالح المريض، وفي ليميتيشن وفي حدود لزراعه الاسنان، ولكنها بحمد الله وبفضله قليله جدا. طبعا دكتور حسام، حاليا انت بما انك انت جامع تخصصين حلوين اللي هم الزراعه والجراحه، اساسا جراحه، انت استشاري جراحه، هي الزراعه الزراعه سب سبيشاليتي او تخصص تحت جراحه، تحت تخصصات كثير منهم الجراحه. اي فبما انك كذي انت طبعا عارف الانسجه وعارف العظم، اذا جالك حالات معينه حق المرضى، اذا كان المريض يعني حاله واضحه وفي عظم وفي امور كذي تقدر تزرع، بس طبعا في حالات ترجع لك مريض مثلا خالع سن من سنين طويله. نعم. انت اكيد حضرتك تشوف حالات نفس. نعم. هذه طبعا في حالك مريض عنده العظم صغير ويبي حل وقدامك انت الزراعه. نعم. شنو الحلول اللي ممكن تعطيها حق المرضى عشان نوضح حق الساده المشاهدين؟ خلينا نشبه الزراعه ان هي زي الاساس اللي بيتبنى عليه العماره. مثلا لازم يكون ليه تربه خصبه، ولازم تكون ليه ارضيه قويه ثابته والا بيطيح. فلو ما عندناش عظم كافي، كان زمان في العصور السابقه لو ما كانش من يعني ساي مثلا من 15 سنه لما ما كانش في عظم كافي كنا بنقول المريض ما يصلحش الزراعه ولازم تركب تركيب متحرك. التركيب المتحرك مع الزمن بيسبب ضمور لشكل الوجه وبيخلي شكل الوجه يهرم، يخلي شكل الوجه السن او الشيخوخه تبتدي تظهر عليه سريعا. والحقيقه كان المرضى مش محظوظين في الوقت ده من الزمن، ولكن مع تطور تقنيات الطب وتقنيات المواد المستعمله بقينا بنقدر نرمم او نجهز العظم مهما كانت حالته، ان احنا نقدر نوصل حتى من الزيرو لغايه 15 ملي او 10 ملي اللي هي المساحه الكافيه جدا 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 للزراعه. اسف، 15 ملي ده رقم كبير جدا. مساحه كبيره جدا للزراعه نقدر نوصل لها بطرق عديده جدا. ممكن نعدل في العظم الموجود للفك نفسه، ممكن نعمل له استطاله، ممكن نعمل له تعريض او توسيع بدون الاستعانه باي شيء خارجي. وممكن نستعين باشياء خارجيه. الاول اشياء قبل الاشياء الخارجيه، اشياء داخليه من جسم الانسان برضو نقدر ناخد بنفس المكان اللي بيتعمل منه الزرعه زي خلع الضرس، بنقدر ناخد منه رقعة عظميه بسيطه نحطها في مكان الزراعه وقت لغايه ما تبني وتكون انسجه كافيه، ودي عمليه امنه جدا ما بتحتاجش جراحه ثانيه لان بتكون من نفس المكان اللي احنا بنشتغل فيه او فاتحين فيه اصلا، وبنزرع في المكان ده او من مصادر اخرى خارجيه. مصادر اخرى متعدده جدا، منها مصادر بشريه من بنك العظم اللي موجود، طبعا بتبقى مستورده وامنه جدا، بيتعمل لها سكان ضد الفيروس او ضد اي شيء بحيث ان احنا نقدر نستعملها بامان شديد. وفي بدائل عظميه اخرى صناعيه بيجي منها من الكورال او من الشعب المرجانيه، مصادر متعدده كتير جدا. المهم في الاخر ان احنا ما بنرجعش مريض مكسور الخاطر، اي مريض مهما كانت حالته ومهما كانت حالة العظام بنقدر بفضل الله ان احنا نزرع، ولكن الفرق هي المدة والتكلفة. المريض اللي عنده عظم كافي ولسه خالع من وقت قليل بتبقى المدة اسرع والتكلفة اكيد اقل كتير. دكتور كده دايما بننصح المريض ما يبقاش في فترة طويلة بين الخلع وبين الزراعة. دكتور عملية الزراعة شنو ايش كثر هي المدة اللي تطول فيها على انما تقدر نكتمل زرعة ونحط لها التاج اللي فوق؟ تمام. خليني اضيف برضه نقطة صغيرة دايما بتسألها كتير، هي المدة المناسبة ما بين خلع الأسنان والزراعة. ممتاز. وبعد كده المدة المناسبة ما بين الزراعة وتركيب الأسنان. ضغط الناس أو طلبهم الملح إن احنا الوقت ما يبقاش متأخر كتير دفع العلماء على وقت طويل من الزمن إن هم يطوروا
الخامات وطوروا طريقه معالجه سطح الزراعه او طريقه الشغل، بحيث ان احنا دلوقتي في اغلب الحالات يعني زي 80% من الحالات اللي بتوصل لنا بنقدر نخلع ونركب الزراعه في نفس اللحظه. وفي بعض الاحيان ما اقدرش اقول لمريض او سواء راجل او ست او مهما كانت فئته العمريه انك تمشي وقت طويل بالذات في الاسنان الاماميه من غير اسنان. فبرضه نسبه لا يستهان بيها من المرضى، بنحط لهم تركيب فوري مؤقت وبس، بنمنعه يعني بطريقه معينه، بنمنع عنه اللود او بنمنع عنه الحمل لغايه ما الزراعه تثبت في مكانها تماما لمده شهرين او ثلاثه برضه حسب حاله العظم. ساعتها بنبدل التركيب المؤقت بتركيب ثاني دائم. الفرق بين المؤقت والدائم هي الخامه المستعمله، ولكن الشبه متقارب طبعا. الدائم بيكون افضل واحلى واجمل واقوى كتير، انما المؤقت بيؤدي غرض ان انا ما مشيش المريض ابدا بدون ما احط له تركيب باسرع وقت ممكن. في سؤال دكتور انا يدور ببالي، وهذا سؤال وايد مختص في شغلك، في ناس تستهين في عمليه خلع الاسنان، تقول هو ضرس وبشلعه وبالنهايه بزرع، بس هم يهملون فيها النقطه انه ممكن طبيب المعالج يعني يكون مثلا حب ياخذ الايزي واي الشورت كات انه يخلع السن، هل خلع عن خلع يفرق؟ طبعا انت ادري بس انا بيك تشرح حق المراجعين، لان هذه عمليه انا وايد اراجعها. خلع عن خلع للسن، طريقه عن طريقه، تكنيك عن تكنيك، عشان انت تبي تحافظ على مكان الخلع بالزبط. فيما بعد للجراحه في ناس وايد تغفل عن النقطه، تقول ضرس بشيله وخلاص، يعني شو المشكله اللي بتصير بعدين؟ بالضبط. معلش انا ليه تحفظ شويه ان الناس من وسائل الاعلام المتعدده والميديا والانترنت المرضى بيدخلوا العياده، قربت ان انا اديهم بكالوريوس طب اسنان. ما شاء الله كميه الثقافه الموجوده عاليه جدا، بل بالعكس انا بتواجهني مشكله عكسيه. المشكله العكسيه ان ساعات بتكون الضرس فعلا منتهي ومحتاج خلع ولازم يتخلع، والمريض بيقول لك لا طب الاسنان اتطور جدا، ما حدش دلوقتي بيخلع ضروس. الترند اللي ماشي او النمط اللي ماشي ان فعلا احنا بنحاول نحافظ على الخلع، بنحاول نحافظ على السن بقدر المستطاع ونتجنب الخلع حتى لو في بقايا من الجذور بس اللي متبقيه، بس بشرط تكون الجذور دي قويه مش متاكله، كميه العظم اللي حواليها كافيه، طولها كافي، اللثه اللي حواليها صحيه. ساعتها بنحاول نرمم السن. المريض حاليا هو اللي بيضغط علينا ان احنا ما نخلعش الحقيقه، عكس المفهوم. الحمد لله الوعي الصحي عند الناس زاد جدا. لما نيجي نخلع عشان نحافظ على العظم ده، اول حاجه مطلوب فيها هي سرعه الزراعه بعد الخلع. نحاول ان احنا ما ناجلش الفكره السائده، نستنى لغايه ما العظم يطيب او لغايه ما اللثه تبقى قويه. لا، الحقيقه انت كل ما بتستنى العظم بيمتص وبيضمر وبتبقى الزراعه شويه صعبه. اول شيء واسلم شيء انك تخلع وبعدين تحط الزراعه على طول. تاني حاجه الخلع، لو في بال المريض او في بال الطبيب المعالج انه هيحط زراعه، لازم يكون واخد كل الوسائل الممكنه، ولو ما كانش يبقى لازم تكون على يد اخصائي في الات معينه وفي طرق معينه وحرفيه معينه بالحفاظ على كميه العظم المتبقي حوالين الجذور، ان هي تفضل موجوده. اي جزء من العظم حتى ولو خلايا قليله بتحفز بقيه الخلايا وبتحفز بقيه الاشياء الموجوده ان هي تكون عظم تاني. فالخلع طبعا لازم يكون حذر جدا، وحاليا في الات بتخلع بمحافظه شديده جدا على اللثه. عشان كذي ان دكتور انت تنصح اغلبيه المرضى اذا حسوا ان ضرسهم فيه مشكله يجون يراجعون الطبيب، لو انه وصل حاله انه للخلع ولازم انه زراعه، لازم انه يستعجلون بالموضوع. نعم. قبل لا يقلب الخلع العادي لجراحي بالضبط اللي راح يصير فيه فقد للعظم او فقدان للعظم على ما نطلع يصير وايد جراحي. في بعض الاحيان الظروف بتحكم، يعني مثلا انا مسافر اجازه في الصيف مع اولادي وطالع، مش في بالي دلوقتي ان انا اتاذى ووشي يورم او عندي اجتماع او ظروف العمل لا تسمح او الميزانيه لا تسمح. فاللي بيحصل ان انا اطلب من الطبيب انه يعمل اجراءات تهدي الالم او تهدي الوضع شويه واجل الخلع شويه لغايه ما اقدر اعمل زراعه. في الوقت يكون الفرق بين الخلع والزراعه فتره قصيره جدا او ما فيش وقت ابدا بينهم. دكتور في صور حق قبل وبعد نشوف الصور. خلينا الاول نشوف الفرق بين التركيب الجسر. عندنا موفي اطلب من الكنترول بعد اذنك لو نقدر نحط الموفي الفيلم اللي موجود الفرق بين التركيب وبين هم راح يجهزون الدكتور ياخذ شويه وقت بس راح نشوف الصور اللي تكلمت عنها زميلتي بالبدايه.
ده الفيلم الحقيقة. الجهة اليسرى أو الجهتين بنفقد سن، ودلوقتي بنقارن بين التركيب العادي الثابت أو زراعة الأسنان. هنا السن مفقود في الناحيتين. في الناحية في الصورة اللي على الصورة اليمنى بدأنا نحط البرغي أو الزراعة، وبنحط عليها بتتربط طبعا ببرغي وبتتساب في مكانها، بتحط الأول أسنان مؤقتة أو دايمة، ما بنعتمدش على أي حاجة غير العظم الموجود قبل ما يمتص، وشكل اللثة بالشكل ده. في المقابل تركيب الجسر زي ما بنشوف في الفيلم الثاني، بنعتمد في تركيب السن المفقود على الأسنان المجاورة، بنصغرها شوية تضعف طبعا شوية، وفي أغلب الأحيان بنضطر إن احنا نشيل العصب أو نعمل لها علاج عصب ونعمل تركيبة ثابتة. أول ما بتتركب الحقيقة بتبقى كويسة جدا، بتدي نتيجة سريعة وأرخص كتير من الزراعة، ولكن مع الوقت ومع الزمن زي ما احنا شايفين إيه اللي هيحصل فيها. اللي هيحصل إن الفتحة بين اللثة بتصير فتحة بين اللثة وبين الأسنان، بيحصل انحسار للثة وامتصاص للعظم لأن ما فيهوش جذور أو ما فيهوش زرعة. امتصاص العظم ده وانحسار اللثة بيعمل تسوس في الأسنان المجاورة اللي هي بتعتمد عليها التركيبة، ومع الزمن بتتكسر. طبعا أنا بس بحكي أسوأ السيناريوهات، مش دايما بتحصل، إنما بتحصل في نسبة لا يستهان بيها. وبعد كده يحصل التهاب في العصب، مع الوقت ممكن يحصل خراج فوق السن، وتبتدي السنة مع الاستعمال تتكسر وتتحرك، ويجي المريض بريحة مش لطيفة، وتغيير في شكل اللثة، ربما يكون في ورم، في إفرازات، وشكل الجسر بدأ لونه يتغير للسواد أو للسمار، وبدأ يبقى فيه فراغ بين تركيبة الأسنان وبين اللثة زي ما احنا شايفين في الشكل ده، ودي إفرازات صديدية أو التهابات بيعاني منها المريض وقت بتكون مؤلمة في أغلب الحالات. بيضطر طبيب الأسنان في الوقت ده بيكون فقدنا السن الطبيعي اللي كان في الأول، أول ما بدأنا كان سليم جدا، وفقدنا جزء من العظم اللي كان سليم، هنضطر نخلع السن ده ونبتدي المريض برضو لو رافض لسه فكرة الزراعة، الطبيب المعالج بيبتدي ينقل الجسر أو التركيبة الثابتة للسنة التانية المجاورة، ويطول التركيبة شوية، بدل ما تبقى 3 قطع بقت 4 قطع فيهم سنين صناعيين أو سنين ملهمش جذور. بيحصل نفس الشيء في السنين اللي ملهمش جذور، في الوقت ده المريض اللي عمل زراعة في نفس التوقيت بتفضل الحالة كما هي عليها. استمر نفس المشكلة بتتكرر تاني على شكل أسوأ، وبنفقد سن، وسن بيجر سن زي ما بيقولوا الحبل على الجرار، ولا بيقولوها ايه، الحبل على الجرار ولا السبحة يعني الجرار. شيء يجر شيء شيء بيجر شيء، أو مشكلة بتجر شيء مشكلة، والمريض حالته بتسوء، وساعتها حتى الزراعة مش مستحيلة، ولكن بتاخد وقت أطول كتير، وهذا اللي انت تتكلم فيه كوست أكثر، كوست أكثر، وقت أكثر، متاعب أكثر، زيارات أكثر. مفيش حد بيحب يزور طبيب الأسنان للأسف، احنا مش محبوبين من أغلب الناس. أول شيء لما يدشوا لنا أنا ما أحبكم والله. أنا يعني أنا أذكر كده موقف طريف، بس يعني مش حابب أقوله على الهواء، بس لا لا عادي عادي، إن أنا عندي الشجاعة الكافية إن أنا أقوله. دخلت لي مريضة متعصبة جدا ومتنرفزة، وأول ما قعدت على الكرسي قالت لي على فكرة دكتور أنا ما بحبكوش، أنا ما بحبكش. فعشان اكسر حده الموضوع قلت لها طب مين قال لك ان انا بحبك؟ انا كمان بحبك ايه؟ زي ما انت مضطره لي انا مضطره لك، بس خلينا نخلي التجربه لطيفه وخليها لذيذه عشان في الاخر. لا ما شاء الله عليك تخلي كسرت يعني بس دكتور ارجع على الفيديو اللي حضرتك توا حطيناه. زين، وهذا سؤال منطقي يطلع الحين اذا بنتكلم يعني كناحيه طبيه. انت ذكرت حضرتك ان الامبلانت يحافظ على العظم ويحافظ على تجنب مشاكل، طيب انت لما بتسوي بجسر راح تخرب ضرسين. نعم، مش تخرب يعني انت كليت من سطحهم، بقلل من عمرهم الافتراضي. ايه؟ قللت من عمره الافتراضي. نعم. في احتمال ناس يكون عندهم مشاكل ضعف بسطح السن، ممكن يدخلون في حالات علاج عصب يحتاجونها، اغلبهم بيحتاجون علاج عصب. نعم، فهذا كوست العصب على كوست الجسر. ما تشوف انه تقريبا وصل حق تقريبا كوست امبلانت واحده؟ لو عدد وحدات الزراعه يعني لو الجسر اكتر من 3 وحدات، نعم بيقرب على 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 الكوست. انما الناس ما زال في ناس عندها هاجس من فكره الدريل، من فكرة ان يحط مسمار او برغي في الحضن، في ناس لسه ما طمنتش كفايه. احنا نبي حضرتك تشرح لهم بالضبط شنو البروسيس مال الامبلانت، شلون يسوونه، شنو طريقته، شنو الاجراء، عشان تسهلها عليهم توصلهم معلومه. طبعا انت دائما احنا لما يجون هم بالعياده اكثر شيء انه يخوفهم من الامبلانت الخوف. الخوف
الامبلانت فكره وجود برج وكده طبعا بترعب الناس جدا. انا لو ما عنديش فكره عن الموضوع اكيد هبقى خايف وهبقى متردد جدا جدا جدا. انما الحمد لله الامور اتسهلت جدا من ناحيه البنج. التخدير بقى ليه وسائل كتير جدا دلوقتي، في تخدير حقن بكمبيوتر بيكون بسيط ولطيف، كميه الالم بتاعته اقل، في الغاز الضاحك يقدر يقللها شويه، والاهم من كل ده ان الزراعه اللي كانت بتتعمل الاول على فتره طويله جدا الدكتور بيعملها لمده ساعه وساعه ونص بقت بتاخد دقائق بسيطه ودقائق معدوده. اللي بيتحط الوصف ربما يكون مزعج او مرعب شويه او بيخوف شويه، انما هو الحقيقه بيخلص بسرعه جدا. انا في بعض الاحيان حتى ما اضطرش افتح فتح جراحي، بستعمل طرق تحفظيه جدا، بشيل جزء بسيط جدا من اللثه مكان ما، او عمليه الثقب، والثقب ده في بعض الاحيان بيتم بالليزر بدون ورم بدون الم بدون شيء، الا اذا كان حاله العظم متاثره ومحتاج احط عظمه مع الزرعه. وبيتحط البرغي في دقائق قليله جدا وبيتساب في مكانه، يا اما بيتحط عليه تركيبه مؤقته وبيتحط تساب لمده شهرين، وبعد كده انتهت الجراحه وبتبدا فتره التركيب. اوكي دكتور، احنا مستمتعين معك وايد، نطلع فاصل ونرجع لك ان شاء الله بعد الفاصل. مشاهدينا من بعد هالبريك، طبعا في صور نشوفهم ونعلق عليهم دكتور. نبدا نشوف الصور، نشوف هي مدى حالات اللي بتستعمل فيها الزراعه. هي حالات كتير بتتراوح من الشباب الصغير لغايه اي عمر. خلينا نشوف الاول وين الصور؟ نشوف الاول الصوره لشاب. اوكي. دي حاله لامراه في اخر الخمسينات من العمر، طبعا حاله الاسنان كلها كانت مهترئه للاسف، وكانت مريضه على فكره، مريضه سكر وضغط، وكان عندها مشاكل صحيه كتير بفضل الله وبعونه. خلينا نشوف الصوره اللي بعدها ازاي اتطورت الحاله. نقدر نسال، دي كانت صوره قبل الشغل من الخارج، خارج الفم. اللي بعدها لو سمحت، ده بعد التركيب طبعا، لسه موجود اثار اللثه شويه، لسه فيها شويه احتقان لان في الاول. اللي بعدها لو سمحت، دي شكل الابتسامة اتغير. اعتقد الامرأة في العمر ده الحمد لله كان انجاز كويس جدا، ما شاء الله. فترة زمنية حوالي شهرين او ثلاث شهور. شوف اللي بعدها كمان، دي وضع الزرعات، ودي كانت اسنان متبقية للتركيب المؤقت، الاسنان الطبيعية، وده عدد الزرعات الموجود. ونشوف اخر صورة، شكل الزراعة من داخل الفم، دي الزرعات في الفك السفلي، نفس المريضة الفك العلوي، وده كانت جاهزة خلاص على التركيب، وده شكل الأسنان النهائية. دي حالة من الحالات. دكتور انت قبل لا نطلع احنا بالاستراحة، انت كنت قاعد تتكلم بالنسبة حق خوف الناس من الامبلانت، انت قاعد تتكلم على الامبلانت المباشر، الزرعة او الغرسه السنيه اللي بعد ما يخلع المريض. نعم. مو هذا حق المريض تعطيه اوبشن انه بدال لا يرجع يسوي جراحه مره ثانيه، وهو مسوي الجراحه شال السن، يركبها مره واحده، مجهودها اقل وخوفها على المريض اقل؟ مجهودها اقل، خوفها على المريض اقل، نتيجتها اضمن، سهولتها على الجراح او الطبيب اللي بيعالج افضل كتير، لان المكان بقدر احط بالظبط في نفس مكان الجذور، بالظبط زي العمود اللي بتحطه للبناء بتقدر تبني الجزء اللي عليه بنفس الاتجاه بدون تحوير، فالنتيجه بتكون افضل كتير. مع بعض التحفظات لو كان السن اللي اتخلع فيه التهاب حاد، التهاب حاد حاد يعني جديد، كان فيه ورم، كان فيه درجه حراره عاليه، كان فيه يعني شيء لسه طازه زي ما بنقول، شيء فريش، فالالتهاب الحاد لا بننتظر شويه لغايه ما الوضع، انما اغلب الحالات بنحطها بطريقه افضل. دكتوره فاطمه، في السؤال كنا نساله احنا اللي هو الليميتيشنز، الانديكيشن وكونترا انديكيشن حق الزراعه، فممكن تقول لنا منو اللي يصلح لهم واللي ما يصلح لهم الزراعه؟ حالات الزراعه برضو نرجع نقول زمان كان الدكتور بيتجنب تماما انه يمد ايده في اي حاله مريض سكري. انا بتكلم الكلام ده من حوالي 15 20 سنه.
المرضى اللي منعتهم الى حد ما قليله، امراض الكلى، امراض القلب لانه بياخدوا بعض مسيلات الدم، هشاشه العظام، عدم الادراك العقلي او المرضى ذوي الاحتياجات الخاصه لان الزراعه بتحتاج عنايه فائقه جدا، المرضى الطاعنين في السن بشكل كبير عشان ما يتعرضوش لجراحه عنيفه عليهم في المرحله دي من عمرهم. انما تاني برجع بقول ان مع تطور مع ضغط الحاجه مع ضغط حاجه الناس، مرضى السكر لو السكر بالذات لو السكر كتير على عمر 50، لو هم عندهم سكر من وقت صغير على عمر 50 بيبداوا يبقى فيه مشاكل كتير في سنانهم، وفي نسبه لا يستهان بيها بيفقدوا جزء كبير من سنانهم. فلو تجاهلنا هذه الشريحه من المرضى معنى كده ان هنعمل الزراعه لمين؟ لناس اصحاء مش هيكونوا فاقدين اسنانهم اصلا. فباحتياطات من ناحيه المريض ومن ناحيه الطبيب، باحتياطات بسيطه وبتطورات بفضل الله، برضه بتطورات المواد المستعمله. دلوقتي احنا بنجري عمليه الزراعه على اي مريض سواء كان مريض سكري او في بعض الحالات الا حاله هشاشه العظام الشديده او بعض الادويه اللي بتسبب هشاشه العظام والادويه اللي بتعالج هشاشه العظام. دي تقريبا الحاله الوحيده اللي ما بنحطش فيها زرعه ابدا. انما المرضى مرضى السكري بنعمل الزراعه بامان شديد جدا. مرضى القلب، مرضى الضغط، مرضى الغدة، القلب باحتياطات طبعا بالتنسيق مع دكتور القلب بالذات لو بياخدوا مميعات للتجلط الدم عشان ما يحصل لهمش جلطة، مسيلات الدم بنضطر ان احنا نوقفها شوية بالتنسيق مع دكتور القلب عشان تكون الموضوع امن جدا. واغلب المرضى الحمد لله بيقدروا يستمتعوا بده. طبعا كل مريض بيحتاج الدراسة على حدة. اوكي. في دكتور صور لحضرتك كنت مجهزهم، في بعد صورة نطلع نشوفها وياك. تفضل. دي مريضة ثانية أصغر شوية من المريضة الأولانية، برضه في سن أنا بعتبره شباب طبعًا. ابتسامة بدأت يبقى شكلها سيء جدًا، مش قادرة تظهر في المجتمع، ما عندهاش ثقة في شيء، وكان عندها مناسبة قريبة، ودي من الحالات ده المنظر من داخل الفم. ودي من الحالات اللي كان عامل الوقت بالنسبه لنا مهم جدا وانجزناها في فتره اعتقد قصيره جدا. دي شكل الابتسامه بعد ما خلصنا، الشكل النهائي للزرعات من الخارج. ننقل الصوره اللي بعدها نشوف كده، ده برضو صوره اخرى للابتسامه. السنان شكلها الى اقرب للطبيعي جدا. ننقل الصوره اللي بعدها نشوف شكل بس هذه الصورة اللي موجودة عندهم كان الدكتور. نعم. دكتور تقدر تكلمنا شوية عن المجسمات اللي حاطهم على مشوقيني، تشرح لنا شنو اللي تبي تشرح؟ الأول نشرح الزراعة، ده شكل السنان. هل نقدر نقرب عليها شوية؟ إذا طاحت هذه. معلش. ممتاز. طالعة معاهم. أوكي. ده شكل السن مجسم لشكل السن الطبيعي، ده اللثه، ده التاج السن. ولو غيرنا الاسنان ده، لو غيرنا الاتجاه ده الفرق بين الزراعه وبين السن الطبيعي. ده شكل الجذور الطبيعيه للسن، وده في المقابل الجزء المعدني اللي بيعوض بيه السن وبيركب عليه تاج علشان يبقى محاكي للسن الطبيعي. دي باختصار شكل او اجزاء الزراعه اللي بتتكون. هذا حلو لان الحين شافوا شكلها. اي شافوا شنو شكل الجذر الطبيعي. عرفوا الشكل هذه. نعم. دكتور برضه ناخد موديل ثاني عشان نقدر نقول ان الزرعه في بعض الاحيان مش فقط لسن واحد. لو نركز شويه على لو نقدر نجيب دي الزوم يقدر يجيبها. ان شاء الله. هذا اللي مسويه دكتور انت اللي هو جسر بزرعه. جسر بزرعتين. نعم. يعني في بعض الاحيان لو في اكتر من سن مفقود ما بنعوضش كل سن بزرعه، لا بنعوض عدد معين من ال يعني الثلاث اسنان ممكن نحط زرعتين ونركب عليهم جسر بالثلاث اسنان. طالعه بالشاشه دكتور. انا اسف. اوكي. هنا بنتكلم هنا. ايه. هنا في زرعتين موجودين واضحين، حطينا زرعه والثانيه وعليهم جزء معدني بسيط، وبعد كده بنركب عليهم ثلاث اسنان. يعني نفس مش الجسم. كل سن بيفقد لازم يعوض. ربما يكون 12 سنه نحط لهم خمس او ست زرعات فقط.
ثلاث أسنان ممكن نحط لهم زرعتين فقط. مثل إذا فقدوا كل الأسنان مثلاً للفوق أو اللي تحت. نعم. نحط ما نحتاج إن كل حك الضرس. يعني عدد الأسنان الطبيعي مش كلهم بيتعوضوا طبعاً. صح. عدد الأسنان الطبيعي في الفك الواحد 16 سن، إحنا بنحط 16 مع ضروس العقل. مع ضروس العقل نعم، إحنا ما بنعوضش ضروس العقل طبعاً. بنحط 8 زرعات تقريباً ونحط عليهم 12 سن. او 6 زرعات وبنحط عليهم 12 سنة حسب شكل الفك الهندسي، هل هو مربع بيضاوي او ليها تحليل هندسي عشان اقدر اعرف عدد الزرعات بالضبط. ممتاز. فدكتور احنا جدا استفدنا من معلوماتك وشرحك على الزراعة، اتمنى الناس الحين قاموا يشوفونها بمنظور ثاني مختلف. طبعا فضل من الله فضل لك، وشاكرين لك على وقتك، ونشكركم زملائنا المشاهدين اعزائنا المشاهدين على متابعتكم لنا. اوكي، وشوفك على خير ان شاء الله دكتور. تسلم. شكرا. مشكور دكتور. مع السلامه.